انضم إلينا محلل للأسواق المالية في أو من إكويتي جروب سركيس نزار. أهلا وسهلا بك سيد سركيس، وسأبدأ مباشرة للحديث عن العملات الأجنبية. اليوم نتحدث عن سلة العملات التي ذهبت إلى الانخفاض مقابل الدولار. هل الدولار اليوم في أحسن أحواله في على الأقل خلال أسبوع؟ بالفعل نشهد ارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأجنبية، وجاء هذا الارتفاع مع توقعات الأسواق المالية لأن يظهر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء المقبل توجهه لإيضاح موعد بدء تقليص برامج شراء الأصول، أو بمعنى آخر تقليص تحفيزاته الاقتصادية، وهذا بداية ما قدم دعما للدولار الأمريكي. لكن هذا اليوم شهدنا حالة من عمليات جني الأرباع في عديد من مؤشرات الأسهم حول العالم، فبدأنا برؤية انخفاضات في مؤشرات الأسهم الآسيوية، عقود أيضا مؤشرات الأسهم الأمريكية تنخفض، حتى أن مؤشر داو جونز لكبرى شركات الصناعة الأمريكية في تداولاته اليوم انخفض ليمدد خسائر هذا الشهر لأكثر من 1200 نقطة. كل ذلك يصب في صالح الدولار الأمريكي الذي يشهد طلب مع عمليات جني الأرباح في الأسواق المالية. لكن هنالك ايضا توجه للانخفاض في اليورو مقابل الدولار، ليتداول اليورو عند دولار و17 سنت، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار ايضا عند دولار و37 سنت امريكي، وكل هذا يوضح لنا بان الاسواق الماليه حاليا تتوقع ان عديد من البنوك المركزيه تحديدا اللي بننتظرها هذا الاسبوع مثل بنك اليابان المركزي، البنك الوطني السويسري والفدرال الامريكي، تتوجه لإيضاح أن هنالك بنوك مركزية ستبقي على أسعار الفائدة المنخفضة جدا لفترات زمنية طويلة في المقابل، حتى لو تأخر قليلا الفدرال الأمريكي بتعديلات في أسعار الفائدة، لكنه على الأرجح سيبدأ هذه السنة بخفض برامج شراء الأصول. أتحدث هنا عن برنامج قيمته 120 مليار دولار تم تقديمها للاقتصاد الأمريكي لتأثير جائحة كورونا على الاقتصاد خلال سنة 2020، ويحاول الفيدرالي إعادة إنعاش الاقتصاد، لكن مع ارتفاع التضخم أصبح الفيدرالي أكثر توجها نحو خفض هذه البرامج مما يدعم من ارتفاعات الدولار الأمريكي. سيد سركيس، عندما يعني هل من الممكن أن تذهب هذه البنوك المركزية التي ذكرت برفع أسعار الفائدة أم تثبيتها في حال يعني، وإذا تم فعلا تثبيت أسعار الفائدة بشكل عام كيف سينعكس ذلك على الدولار؟ الآن بداية إذا تحدثنا عن بنك اليابان المركزي أو بنك اليابان، من المتوقع أن يبقي الفائدة في عند 10.20% بالسالب. البنك الوطني السويسري من المتوقع أن يثبت أيضا هذا الأسبوع في قراره الفائدة عند 0.75% بالسالب. ولو نظرنا أيضا للاحتياط الفدرالي الأمريكي، من المرجح أيضا أن يثبت الفائدة في نطاقات ما بين 0.25%. أما بنك بريطانيا من المتوقع أن يثبت الفائدة عند 10.5%، وهذا كله يدلنا على شيء، أنه هذا الأسبوع هو أسبوع تثبيت الفوائد في البنوك المركزية، لكن الأنظار سوف تتوجه للفدرالي الأمريكي واحتماليات تقليص أو على الأقل إعلان بدء تقليص برامج شراء الأصول، فأسعار الفائدة على الأرجح في هذه البنوك المركزية المذكورة ستبقى منخفضة للغاية، وهي عند أدنى مستويات تاريخية طوال هذه السنة 2021، بل ربما ستبقى على الأرجح في المركز الأوروبي، بنك الوطني السويسري، بنك اليابان عند نفس المستويات المنخفضة قياسيا طوال عام 2022 وربما 2023. لكن بالنسبة للبنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، هنالك بعض الآراء تشير إلى أنه سيبدأ برفع الفائدة ربما في النصف الثاني من عام 2022، مضطرا على ذلك من أجل مواجهة احتمالات ارتفاع التضخم اللي ارتفع هاي السنة وشفناه وصل ل 5.4% قبل أن ينخفض قليلا إلى 5.3% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين. ارتفاع التضخم قد يتسبب بتعثر الاقتصاد، مما قد يجبر الفدرالي على بدء رفع الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2022، بينما البنوك المركزية الأخرى قد تبقي على سياساتها النقدية التسهيلية للغاية لفترة زمنية طويلة، وهذا ما قد يصب في صالح الدولار الأمريكي بالفعل على الأقل على المدى القصير، ونحن في انتظار صدور قرار البنك الاحتياطي الفدرالي يوم الأربعاء المقبل. نعم سيد سركيس، أيضا ماذا لو تحدثنا عن اليورو تحديدا؟ هل هناك فرص لعودة انتعاشه وأيضا تماسكه من جديد أمام الدولار وأيضا أمام العملات الأجنبية الأخرى؟
الآن مقابل الدولار الأمريكي واجه اليورو ضغوطات هائلة، يعني شفنا اليورو ينخفض من مستويات دولار 19 سنت خلال الأشهر الماضية إلى مستوى اليوم عند دولار 17 سنت. البنك المركزي الأوروبي بالفعل أشار إلى بعض التقليصات الطفيفة جدا لبرنامج شراء الأصول لديه، لكن برامج شراء الأصول في البنك المركزي الأوروبي نحن نتحدث عن تريليونات اليورو، لكن في المقابل الفدرالي الأمريكي نتحدث عن 120 مليار. بالتالي تقليص بنك أوروبا المركزي أو البنك المركزي الأوروبي لبرامج تحفيزه كانت قليلة جدا مقارنة بما متوقع أن يقوم فيه الفدرالي الأمريكي. التضخم في أوروبا 3% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، في أمريكا 5.3%، وهذا يوضح الاختلاف الذي يرجح ارتفاعات التضخم بشكل أكبر في أمريكا مما قد يضطر الفدرالي لتجديد أسرع بالسياسة النقدية. هذا ما قد يبقي الضغط على المدى القصير على اليورو أمام الدولار الأمريكي. لا أتحدث على استبعاد احتماليات بعض الارتدادات الصاعدة، لكن بشكل عام حتى هذه اللحظة الأساسيات الاقتصادية تظهر بأن الدولار الأمريكي هو المسيطر حاليا أمام مقارنة في اليورو، مما قد يدفع اليورو لبعض الانخفاض أمام الدولار الأمريكي لمستويات ربما تصل إلى دولار 16 سنت، بل عدم استبعاد البعض دولار 15 سنت. نعم، المحلل الأول للأسواق المالية في إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا جزيلا لك.